بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة من برنامجكم حلمك علينا. وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات، وكنت متشوقة جدا جدا للحلقة دي بسبب الأحلام الكتيرة جدا اللي بتشرف بيها على الصفحة وعلى الجروبات اللي بنتكلم فيها مع بعض. لكن زي ما انتم عارفين، احنا كل مرة بنستنبط موضوع الحلقة من احلامكم الكتيرة، ولفت نظري اني كان فيه وانا عديتهم 40 حلم بيتكلموا عن حاجة واحدة بس. 40 حلم، اما انه متشابه، واما انه الرمز فيهم واحد، واما انه التفسير فيهم واحد، وهي رؤية الحشرات في المنام. عشان كده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة هو رؤية الحشرات في المنام. محدش فينا ما بيشوفش حشرة في المنام أحيانا، ومحدش فينا بيفضل محتار يا ترى الحشرة دي معناها إيه، ومحدش فينا بيسأل نفسه هي الحشرة دي إيه أصلا إذا كانت حشرة غريبة وغير معروفة بالنسبة لنا. طب هو أنا ينفع أحلم بحاجة أصلا هي مش موجودة أو أنا معرفهاش؟ أو حشرات غريبة غير معروفة بالنسبة لك بيكون ليها دلالة في الحلم. طيب هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن أكتر حاجة تم ذكرها في أحلامكم طول الأسبوع اللي فات، وهي الأمل، حشرات الرأس، يعني المتداول اسمها والمعروف اسمها بالأمل، حشرة الأملة اللي بتبقى موجودة في الشعر أحيانا. إيه سبب وجودها في الحلم؟ ويا ترى لما بتكون موجودة في مكان غير المكان التاني بتكون ليها نفس الدلالة ونفس التفسير؟ يعني لما أشوفها في شعري زي لما أشوفها على هدومي زي لما أشوفها في الأرض؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها دلوقتي حالا والنهاردة دلوقتي. فبس طيب ناخد مدام كريمة من المنيا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازيك يا أستاذة؟ كويس الحمد لله، ازيك انت عاملة؟ ربنا يخليكي الحمد لله، اتفضلي. ممكن أقول لك رؤيتين صغيرين بس؟ طيب ممكن بس سريعا، اتفضلي. أول رؤية حلمت زي ما أكون داخلة في البلكونة وما ببص من البلكونة كده وما ببص لورا، لقيت زي ما يكون البلاط متحاش من جنبه وفي زرع، والجنب الثاني من داخل البلكونة فيها زرع برضه. تمام. وقلت أنا رميت البذرة. تمام. معقولة أنا رميت البذرة اللي رميتها كده بس كده، مع العلم أنا معيش أولاد. تمام. كنت لسه هسألك، أنت حامل ولا لأ؟ لا مفيش حمل. طيب اتفضلي. عندي 15 سنة مفيش حمل ولا كده. طيب الحمد لله. الحلم الثاني؟ الحلم الثاني ده بنت عمتي. بنت عمتي دي اخوها قال لهم ان انا لي عندكم ارض وكده، كاتب له يا ابوه وماما كتبت له ارض يقول الكلام ده. راحوا هي زعلت، قالت له عند ماما كتبتش له ارض ولا اي حاجه. جت في المنام راحت شافت امها اللي هي المتوفيه دي، قالت لها يا ماما انت كتبت ارض لاخويا؟ قالت لها ايوه كتبته وكلمتها وهي زعلانه بس كده. طيب شكرا، شكرا ست كريمه. طيب تحياتنا للمنيا واهل المنيا طبعا. اولا البلاط اللي اتشال واتكسر وبعدين طالع مكانه زرع، انا كنت هسالها لسه انت حامل ولا لا، لان ان شاء الله دي بشاره بحمل بعد انقطاع طويل. معروف ان البلاط والسيراميك دي يعني حاجات يعني ما بتزرعش جدباء، فالحمد لله ربنا زال السبب، وان شاء الله ابشري وان شاء الله ربنا هيكرمك بحمل قريب يا ست كريمه. الحلم الثاني ان المتوفيه جت في المنام ردت على سؤال واحده بتساله لها ماما انت كتبتي ارض؟ قالت لها كتبت ارض. قلنا قبل كده ان كل احلام الاموات صحيحه، هو في دار الحق ونحن في دار الباطل. الميت ما بيكذبش وما بيجيش يوقع ما بين الناس وما بيجيش يفتن وما بيقولش حاجه مش مظبوطه. كانت زعلانه في الحلم، هي حره سواء الميت او الحي، يعني كانت زعلانه عشان هي عملت حاجه يعني مش شرعيه مثلا، او ورثت حد وسابت حد، او اللي عايشه هي اللي زعلانه، ملناش دعوه. المهم ان الست جاوبت وقالت انا كتبت، براءه من الله. الاجابه واضحه وصريحه، الميت يا جماعه بيدي اجابات حقيقيه، والميت ما بيوقعش وما بيفتنش. وعايزه اقول انه لو الميت ده لا سمح الله، وده بشكل عام ملوش علاقه بالحلم ده، لو الميت ده قتيل، عشان ده يعني دي اجابه انا جاوبتها على سؤال جالي في الرسائل الخاصه. بنت اتوفت وجت في الحلم قالت لامها فلانه عملت لي كذا وكذا وكذا وانا مت، فالست بتسالني ده حقيقي؟ قلت لها ده حقيقي. على فكره في حالات الاموات لما بيجوا يقولوا فلان اللي ضربني، فلان اللي قتلني، فلان اللي موتني، بتبقى صحيحه وحقيقيه. تمام. يبقى اذا
إجابة الست المتوفية على بنتها في الحلم إجابة صحيحة، هي كتبت له الأرض. ناخد أستاذة حنان من المنيا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. هو في رؤية لخالتي شافتها قريب، يعني شافت هي في هدومها في الدولاب بتفتحه، راحت لقيت فيران. تمام. اشتغلت تنفض في الهدوم، بعدين الفيران بقيت صراصير. انت اسمك ايه؟ حنان. مش انت اميره بتاعت المره اللي فاتت او اللي قبلها؟ لا، اختي دي. طيب كملي يا حنان. وبعدين وراحت بعدين مشيت، وراح تلاقي نور ماشي جنبها، راح قال لها ده النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. شكرا يا حنان. بتفتح دولابها ولقيت فيران. احنا قلنا قبل كده ان الفار سيده دنيئه، لما يكون فيران كتير فيبقى فار يعني ناس مش كويسين او ناس بيحسدوها، وهم بيحسدوها. عرفنا منين انهم بيحسدوها؟ بيفتحوا دولابها، والدولاب بيبقى اما خزنه او اما اسرار بيتها او اما حياتها، فهم اما انهم ناس بيتلصصوا على حياتها وعايزين يعرفوا اخبارها، اما انهم ناس بيحسدوها، واما انهم ستات مش كويسين بيدخلوا حياتها وهي سامحه لهم بده. كون بقى انها تشوف نور وحد يقول لها ده الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قد قال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني، ان الشيطان لا يتمثل بي، نقول ان ده رمز للنجاة من الأذى أو من الحاجات اللي مش كويسة اللي شافتها الست خالتك في الحلم. تحياتنا ليكي يا أميرة أو يا حنان. طيب نرجع لموضوع الأمل في المنام. طيب كان عندنا مجموعة أحلام بيقولوا فيها متابعينا. واحدة بتقول أنا شفت أمل كتير جدا في شعري وكنت بسرح شعري وبخرجه، وحد تاني قال أنا شفت أمل كتير جدا في شعري وكنت بموته، وحد قال شفت أمل كتير جدا جدا في شعري وما كنتش قادرة أطلعه من شعري، وحد قال أنا شفت أملة أو اتنين أو تلاتة. إيه الفرق بين التلات أحلام الأولانيين والحلم الرابع؟ الأمل الكتير اللي مش قادر تخرجه أو بتخرجه هو ناس بتجيب في سيرتك. الأمل في المنام دليل على الأشخاص الدنيئة اللي يعني اللي كل شغلانتها في الحياة أكل لحم الناس، وإن هم بينموا الناس النمامة. فحد بيجيب في سيرتك، طول ما في امل كتير في شعرك خرجتيه يبقى انت عرفتي دول مين، قتلتيه، انت قضيتي على الكلام ده، خرجتيه من شعرك ورميتيه، انت خرجتي الناس دي من حياتك. ده الامل اللي بدون عدد، بدون عدد وكتير، سرحتيه طلعتيه سبتيه في شعرك. الحالات دي كلها بتدل على النميمه، وان في ناس بتتكلم عليكي. حد سالني وقال لي كلام كويس ولا وحش؟ طب بذمتك هو لو كلام كويس هيجيلك في شكل امل؟ اكيد لا، يعني حاجه مش لذيذه. طيب حد تاني يقول لك انا شفت في شعري املايه واحده بتمشي في شعري او املتين، دي ذريه، دول ولاد شفتيهم في شعرك او شفتيهم على المخده، دول اطفال. لو انت شفتيهم بيموتوا او بيموتوهم يبقى اما وفاه الاطفال دي، وفي الغالب ما بيكونوش اطفال، بيكونوا لسه اجنه، يعني بنقول ان هو سقط حمل، سقط. تمام. فالامل اللي بعدد بيكون ذريه او اعداء، لو هجمك او قرصك او ضربك، يعني ساعات تشوفي امله بتضربني، اه بتضربك او بتقرصك. ناخد ست ام احمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست ام احمد. ازيك يا استاذه ايمان؟ كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالف صحه وسلامه يا فندم، اتفضلي. الله يخليكي. عندي ثلاث احلام صغيرين جدا. طب بسرعه. طيب ماشي. اول حلم بنت حلمت ان المذيع تامر امين ومذيعة معاه فوق برج القاهرة، وكانوا الكمامات من وشهم بيقولوا فيروس كورونا انتهى. تمام. الحلم الثاني؟ الحلم الثاني بنت حلمت برضه إن خانها جايب لنا جاتو أنا وهي. تمام. والحلم الثالث؟ الحلم الثالث جوزي متوفي في الحقيقة، حلمت إنه في بيتنا وحاطط إيده حاطط ظهره كده على الحيطة وقاعد، ومدي سلسلة اللي هي مرات أخوه مجموعة مفاتيح في ميدانيا، فبيقول لها اديتيهم لمراتي، قالت لي اديت لها واحد بس. تمام. انا اخدت الباقي للنادي ده بس كده. طيب شكرا يا ست ام احمد. اسمعينا بقى من التليفون. الحلم الاولاني شافت تامر امين، والمذيع طبعا الزميل المحترم تامر امين، ومعاه زميله، وبيقولوا من فوق برج القاهره الكورونا انتهت. صاحب الحلم ده او صاحبه الحلم ده عندها مشكله وهتنتهي، عندها مشكلة وهتنتهي، بشرط انه يتحقق شرط واحد بس، الامانة. المشكلة دي محتاجة امانة في الرد، او امانة في كلمة حق، او امانة ترجع لاصحابها. تامر امين، امين الاسم اهو.
تمام. فالست او صاحبه الحلم عندها مشكله محتاجه انها تنطق فيها كلمه حق او شهاده، وهيحصل بعدها حل المشكله كبيره باذن الله تعالى. ده الحلم الاولاني. الحلم الثاني خالها اللي هو اخو حضرتك يعني جاب جاتوه وانتوا الاثنين بتاكلوه، دي مناسبه سعيده داخله على البيت، لان الجاتوه رمز للسعاده، احنا ما بنجيبش الجاتوهات غير في الافراح والسعاده. الحلم الثالث ده اهم حلم فيهم، جوز حضرتك اللي ادى مجموعه مفاتيح لمرات اخوه، قال لها اديتيهم لمراته، مراته اللي هو حضرتك قالت له اديتها مفتاح واحد بس، انت ليكي حقوق عند الناس دي هم ادرى بيها، انت ما خدتهاش، انت خدتي حاجه من حقوقك، لكن لسه ليكي حقوق يا ست ام احمد، دوري عليها. والله اعلم. ناخد استاذه هاجر من القاهره. الو. نعم. ايوه حضرتك. الحمد لله، اتفضلي. لو سمحتي عندي 3 أحلام صغيرين جدا ومهم اعرفهم يعني. طب لو قلتيهم باختصار قوليهم، هتطولي يبقى كفايه حلم واحد، اتفضلي. لا مش هتعمل، هم صغيرين خالص. اتفضلي. حضرتك اول حلم انا حلمته ان مرات عمي كانت جايه عندنا وكانت جايبه حاجات كتير كده وجايبه بطانيه. تمام. فالبطانيه الحمرا احمر فابيه كده في كيس ابيض شفاف، وانا خدتها منها ودخلتها، فجت قعدت وقلت لها اعملي لي شعري بقى، عملت لي استشوار وكده. انت مخطوبه؟ انت مخطوبه يا هاجر؟ لا، ومتقدم لي ابن اختها. يلا مبروك، هو عريس كويس اقبليه. الحلم اللي بعده. فهو نزل 3 أملات من شعري. ايوه. انا موتهم. ما هو الحلم باين خلاص، ما بقول لك مبروك اقبليه. يلا الحلم اللي بعده. ماشي. الحلم التاني اختي حلمت ان هي كانت لابسه طقم جميل جدا، وكانت ماشيه في الشارع الناس كلها عاجبينها عجبهم الطقم اللي هي لابساه، وكانت لابسه ساعه من غاليه ومهدره من الغاليه وهاف بوت اسود في حته دهبي. طب حلو جدا. اختك مش مخطوبه؟ وهي ماشيه الساعه اتكسرت. واختك مش مخطوبه؟ لا. صح. طيب هي هتتجوز راجل كويس او هتتخطب لراجل كويس وغني، بس خليها تخاف من الحسد والغرور وتطلع صدقه عشان ما حدش يحسدها. الحلم التالت بسرعه. الحلم الثالث حلمت ان انا وهي كنا واقفين كل واحده قدام مرايه وبنتمكز، وانا خرجت قدامها فجت في واحده اسمها سكينه معديه من علينا، فاختي خرجت ورايا بقى، فجتها راحت مسلمه علينا سكينه دي وقالت ان احنا حلوين قوي. فجي واحد قدامنا متوفي اسمه سلامه. تمام. فجي رجل المتوفي ده سلم عليا وشاولي من بعيد كده. شكرا يا استاذه هاجر. طب الحلم الثالث اللي كنت لسه بقول عليه في الحلم الثاني، يعني هما ما شاء الله الاختين هيتخطبوا بسرعه وعندهم عرسان كويسين، نيجي في الحلم الثالث عندهم حسد شديد، بس الحمد لله يعني ان شاء الله لما يطلعوا صدقه هيجي عم سلامه ويغنمهم السلامه ان شاء الله. ابشري. الاحلام الدنيويه دي، في بمناسبه الاحلام بتاعه النهارده، عشان معظمها احلام دنيويه ومعظم تفسيراتها بيبقى اجتهادات، علشان الناس اللي بتسال وبتقول لي هو انت بتفسري الاحلام الدنيويه دي على اي اساس؟ الاحلام الدنيويه بتتفسر اولا اجتهاد يا فندم، اجتهاد، اجتهاد من المفسر. والاجتهاد ده بيجي منين؟ بيجي من قراءاته الكثيره، وبيجي من الشروط اللي قلناها اول حلقه اللي بتتوفر في مفسر الاحلام. مش اي حد يقدر يطلع من الحلم الدنيوي رمز خطوبه زي ما انا طلعته دلوقتي، او اي حد يقول لك وافقي على العريس ده، او اي حد يقول لك انت محسوده، علشان انا الحقيقه بواجه بعض الانتقادات اللي بتقول انت على اي اساس بتفسري الاحلام الدنيويه. بس عشان تبقوا عارفين الاحلام الدنيوية دي بتتفسر ازاي. طيب ناخد استاذ مؤمن من سوهاج. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. معايا حلمين. الحلم الاول انقطاع اليد وسيلان الدم في المنام. انقطاع اليد، الكف وسيلان الدم. تمام شكرا. وايه كمان؟ الحلم الثاني 30 يوم سجن. 30 يوم سجن. حكم يعني خدت حكم ده 30 يوم سجن. انت بتشتغل ايه يا استاذ مؤمن؟ انا مدرس. شكرا يا فندم. طيب انقطاع اليد وسيلان الدم في المنام، للاسف الرؤيه دي رؤيه مش محموده، هي رؤية مش كويسة، بس أنا هفسرها لحضرتك لسبب. إحنا دايما بنقول إن في رؤى غير محمودة يعني يفضل إن إحنا ما نفسرهاش، بس أنا هفسر الرؤية دي لأستاذ مؤمن لسبب. قد يكون ده إنذار، لأن كونه إن هو بيتصل ويعني لسه ما واجهش حاجة، فده معناه إن هو ممكن يكون إنذار. انقطاع اليد في المنام معناها قطع صلة يا أستاذ مؤمن، معناها إن حضرتك قد تقطع صلتك بالرحم بأحد يعني أرحامك، أو قد يكون انفصال أو طلاق والعياذ بالله، أو قد يكون مشكلة كبيرة جدا جدا في عملك.
يعني. وفي الحالات الثلاثه طبعا حاجه مش كويسه، وسيلان الدم في المنام بيدل على خساره. في اشاعه بتقول ان الدم في المنام بيفسد الحلم، الاشاعه دي مش مظبوطه. سيلان الدم في المنام خساره، هتخسر حاجه، فولا نحب حضرتك تخسر حد من اهلك، ولا نحب انك تقطع رحم. فخد بالك ان انقطاع اليد في المنام قطيعه رحم، وما نحبش ان ده يحصل. فدي حاجه. 30 يوم سجن لو انت شفت الحلم ده بعد الحلم بتاع انقطاع اليد، فده يبقى انذار ليك بانك ما تقطعش الصله دي، لان هيجي لك كرب. السجن في المنام مرض او كرب او مشكله ماليه او دين، المهم انه حاجه مش كويسه. و30 يوم في كرب هي مدة مش كبيرة، في ناس بتقعد في كرب سنين، بس احنا نسأل الله الفرج لحضرتك ولكل المكروبين ان شاء الله. فاحذر من كرب قد يأتيك نتيجة لانقطاع الصلة الاولانية. الحلمين مكملين لبعض يعني، ونعم الانذارات اللي بتيجي للعبد، ونتمنى انك تكون صالح فتستاهل الانذارات دي من ربنا، علشان ما تعملش الحاجة اللي جاية لك فيها الانذار يا استاذ مؤمن. طيب معانا استاذة منة من الاقصر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. لو سمحتي بس عندي حلم تكتبولي. اه طبعا اتفضلي. ماشي. انا احلمت اني كنت قاعدة في بيت نساعد. لا استاذة منى انا مش سامعاكي. احلمت ان انا كنت قاعدة في بيت نساعد. قاعدة في بيتكم وبعدين؟ لا في بيت عمي. في بيت عمك وبعدين؟ اتفضلي. كنت بكلم مخطبي في التليفون، بعدين رحت بصوت كده من بعض بيت عمي، ولا عمي قاعد. اه فعرفت ايه بعدين، فكرت برضه جيتهم جايين وراي ماسكيني وقاعدين يضربوني. وبعدين؟ جيتهم جايين. طيب شكرا يا استاذة منى، شكرا. اولا احنا مش سامعين كويس، بس من ثلاث ارباع الحلم اللي حضرتك بتحكيه هو حلم نفسي. انت عندك مشاكل نفسية او في كلام، او يعني هو حلم تخاطرات عقلية، يعني مش حلم، يعني مش رؤية تتفسر، هو حلم نفسي يا استاذة منى. نرجع لموضوع الحلقة، وكنا بنقول الأمل في المنام. قلنا ان الأمل في المنام زي ما شفناه في الراس وفي الشعر، وقلنا ان هو نميمة، وزي ما شفنا بعدد، وقلنا في حالة ان هو قرصك او ضربك او حسيت بوجع نتيجة لوجود الأمل ده في جسمك فهو عدو، او ذرية لو ليهم عدد او اتنين وشفتهم مثلا على مخدة سريرك، لو حضرتك يعني معظم الستات هم اللي بيحلموا بالأحلام دي. عندنا حلم مهم جدا جدا، يعني اتكرر ثلاث مرات. طيب نقوله بعد ما ناخد استاذه سعاد من القاهره. الو. عليكم السلام استاذه سعاد، علي صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بصي يا ماما، حنيت ان في واحد اسمه فرحان جنبنا، جدها في المبيتين ليها يا بابا. لا انا ما سمعتكيش. في واحد اسمه فرحان جنبنا، جه ادى ماما كرومبيتين هي وبابا. فرحان واداكوا كرومب؟ فرحات. تمام. خلص الحلم؟ ايوه. طيب شكرا. احنا مش هنفسر الحلم ده مع احترامنا، يعني خليه فرحات من غير كرومب. طيب نرجع للحلم المهم جدا اللي قلنا ان هو جه واتكرر ثلاث مرات، والناس بتخاف منه لان هو حلم مخيف، لكن في الحقيقه تفسيره رائع. جلد الحيوان في المنام لو اتلبس على جلد البني آدم، يعني ايه؟ يعني اشوف نفسي في الحلم جلدي جلد حيوان، جلد نمر، جلد اسد، جلد فيل، جلد تمساح. لو الواحد شاف في المنام ظهره او جسمه او جلده كله اللون ده، ده معناه حاجة وحشة. في الحلم بيكون خايف ومرعوب لانه شكله بيبقى شكل حد خايف ومرعوب، اما في الحقيقة فهو ميراث ومال وسعادة وقوة. ليه بقى؟ لان جلد الحيوان يعني ماسك جدا، او يعني شديد، مش زي جلد البني ادم سهل انه يتعور او سهل انه هو يتخدش او سهل انه هو يتحرق. جلد الحيوان جلد سميك، يبقى اذا الحلم ده بيدل على قوة، وبيدل على ميراث، وبيدل على ان صاحب الحلم ده هيشوف ايام عز وايام رفعة ومنزلة في حياته كبيرة جدا، الا اذا حاجة واحدة بس، انه شايف نفسه بيسلخ الجلد ده. اذا انسلخ البني ادم من الجلد ده في المنام يبقى والعياذ بالله وباء
او مرض او يعني اهم، لان سلخ الجلد في المنام حاجه لا تبشر بخير. لكن في حاله انك تشوفي، وخصوصا صاحبه الرؤيه دي واحده ست، حضرتك لما تشوفي رؤيه احنا بنقول لها مبروك على الميراث يعني اللي شافته الحلم الحقيقه. وانا سعيده ان هي جت بعد كده وقالت لي انا فعلا ورثت. فجلد الحيوان يعني من الاحلام يا جماعه اللي ما تخوفش ابدا، بالعكس بتكون مصدر بشرى وخير لصاحبها. معانا امة الله من اسيوط. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. عندي كام حلم على السريع كده. طب بسرعه كده. ايوه، اول حلم كان بنت اخويا عندها مشكله، ف دعت لها ونمت، فحلمت اني بابن اخويا الثاني، ان هو عنده عيان يعني في الطبيعه كده، عيان عنده توحد. فحلمت دي ان انا بدعي له، بقول له قول معايا اني قول يا رب اشفيني يا رب الان بسرعه الان. فهو بيتكلم بيقول ورايا، مع ان في الحقيقه ما بيتكلمش شاب يعني. طيب حلو جدا، كفايه حلم واحد. معلش عشان وقت البرنامج معناش غير دقيقه واحده. الدعاء للمريض في المنام، وان هي بتكلمه كمان، هو اصلا في الحقيقه ما بيتكلمش، واتكلم اولا بشرى بالشفاء ان شاء الله، وان شاء الله استجابه الدعاء، ان شاء الله استجابه الدعاء. ان لم يكن حلم نفسي، عشان ممكن حد من اللي بنقول احنا بنجتهد فيطلع علينا حد يقول لك طب ما هي على طول بتدعي له في الحقيقه، بس في رمز حضرتك في المنام او حضرتك ان هو بيتكلم وهو في الحقيقه ما بيتكلمش، يبقى اذا ان شاء الله شفاء من مرض، وكمان عندك استجابه دعاء والله اعلم. طيب هنقول اخر حاجه سريعا عايزين نقولها، الحشرات في المنام بشكل عام. الحشرات في المنام بشكل عام لا تبشر بخير. الحشرات في المنام حشرات او اعداء ضعيفه، اعداء ضعيفه ما تقدرش يعني تضرك، بس بتعاديكي، زي مثلا البق والبراغيث، حاجات مش كويسة أبدا في المنام. الجراد نذير سوء في المنام لو شفتيه، لأن الجراد دايما نقول الجراد بيأكل الأخضر واليابس، فالجراد نذير سوء في المنام إلا إذا شفتي نفسك أنت اللي بتاكليه. تمام. الحاجة التالتة احنا قلنا الحشرات الغريبة في المنام، هو عدو غريب أنت ما تعرفيهوش، أو عدو مخفي بيتسبب لك في أذى أو في مشاكل وأنت ما تعرفيهاش. يبقى قلنا الحشرات المعروفة والحشرات الغير معروفة. عندنا حاجة كويسة نحب نقولها، الفراشة. الفراشة مصدر للسعادة في الحقيقة، ومصدر للسعادة برضو في الحلم، لأن الفراشة دايما يعني مرسال سلام ودعوة للحب. فالفراشة في المنام حاجة يعني حلوة جدا. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تيسر أمرنا جميعا يا رب العالمين، وتصحح ما أخطأنا فيه، وتنصرنا على من عادانا، وتوجه لنا جنودك في الأرض، وتسترنا في الدنيا والآخرة. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.